رغم المتاريس والعترسات الحاصلة، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح، وحتصل الثورة إلى مبتغاها وإلى نهاياتها الحتمية. الشيء المهم في 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 في, في, في القصة كله إنه أي زول يعرف دوره شنو في الثورة. يعني حاليا في ناس كثيرين جدا بتعاين راي النتائج من 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 آخرين، لكن ده ما بوصلنا للنهاية. لازم أي زول يعرف هو دوره شنو، يعني من أبسط زول في المجتمع للمعلم دوره شنو، الزول في الطالب دوره شنو، الموظفين دورهم شنو، التجار دورهم شنو. يعني أي زول المفروض يعرف إنه هو يعني إحنا عايزين نأسس لدولة قانون، دولة جديدة، يعني دولة بتاعت عدالة مساواة وسيادة حكم القانون. ده بي 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 يعني بيتطلب مننا شغل كثير. يعني إحنا هسه حاليا في بالنا إنه لازم يعني في البداية طبعا قبل كل شيء نترحم على الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى، ولازم طبعا في البداية عشان المسائل تمشي لازم في البداية يحصل قصاص لدم الشهداء، ده نمرة واحد. نمرة اثنين محاسبة المفسدين. نمرة ثلاثة تصفية آثار النظام البائد بشكل كامل، سواء كانت يعني أو ما يسمى بالدولة العميقة، وأفتكر هي ما دولة عميقة، هي عصابة عميقة. فأنا أفتكر كلمة الدولة دي هم ما قدروا، يعني هي عصابة عميقة، وما عميقة ذاتها، هي عصابة سهل جدا اقتلاع، يعني بوقوف الناس وبأي زول يكون قايم بما يليه. يعني الشيء يعني مثلا احنا حاليا السعي وراء تثبيت النقابات الشرعية، ده مهم، فتح عناصر النظام القديم كله في حتاته كده كده، محاولة تصفية كل أشكال المندسين داخل المصالح، داخل الهيئات، داخل الأحياء، داخل كل حاجات. يعني في كمية كبيرة جدا جدا يعني من الناس اللي هم عندهم مصالح مع النظام القديم. كان في زول أنا بتذكر كتب في الفيسبوك قبل سقوط النظام ده، يتكلم عن فئة، والفئة دي خطيرة جدا، اللي هي فئة المستفيدين من النظام القديم. فئة كبيرة جدا، يعني فيها ناس شغلهم على النظام القديم. يعني مثلا في زول مثلا تجارته هي قايمة على الناس النظام القديم، الناس اللي بيتحصلوا على أموال بشكل غير مشروع وسهل وكثير جدا جدا. يعني ممكن أكون شغال مثلا سمسار، مثلا بتاع أراضي سمسار، ببني بيوت، بعمل كده، شغلي مربوط بالناس ديل، حادافع عنهم لأنه إذا بيقوا هم موجودين أنا حكون موجود. التجار اللي بيستوردوا الحاجات بشكل غير قانوني. وأنا هنا بنبه لحاجة مهمة، شايف يعني أنا شايف إنه ما لاقيين لحد الآن تركيز عليها، اللي هي المؤسسة العامة للمقاييس والمواصفات، أو المواصفات والمقاييس. دي حتة خطيرة جدا في السودان، وأنا ما سمعت أي زول يتكلم عنها. أيوة. دي كانت هي دي كانت هي إدارة صغيرة جدا جدا في وزارة التجارة أو في وزارة المالية، ما أذكر، كانت مكتب صغير جدا جدا وقايم بشغله بأحسن ما يكون. فجأة بقت هي هيئة وبرة في شارع الجامعة، وعمارة أجمل من الهيلتون، وقدامها عربات فارهة جدا جدا. ودي سبب أساسي من أسباب الإشكالات اللي حصلت في السودان في فترة 20 سنة اللي فاتت، اللي هي إن هي قاعد يعني تدخل أي، يعني البلاوي كلها بتجينا من الصين وبتجينا من وين و و و و بتخش
بتخش ويتصدق وكده وما في أي رقابة وتخش الحاجات ويجي الموظف البسيط ده يشتري اللمبة تبوظ بعد دقيقتين, يشتري الماسورة تبوظ ويشتري كده يبوظ وكده, ويكون هو اشترى بدم قلبه بأعلى الأسعار والحاجات تكون بأتفه يعني الجودات وكده. فدي دي حتة مهمة جدا يجب انه الناس يعني تراجع ويجب انه الناس تجيب فيها ويجب انه الناس يعني يحصل نوع من التغيير فيها يعني المواصفات والمقاييس. نجي برضو للحتة بتاعت سيادة دولة القانون. انا افتكر انه احنا يعني مفروض الناس كلها تشتغل الفترة الجاية على انه كيف يسود القانون في السودان. ما في قانون حاليا, يعني الفترة الفاتحة كلها ما في قانون. اي زول يعني بيعمل الدائرة, اي زول يعني بيستقوى بالنظام ويعمل الدائرة وكده يعني. فلازم يكون في سيادة يعني ثقافة قانونية للناس انه حقوق الناس شنو. يعني الرجوع برضو طبعا يعني ده طبعا ده شغل ناس وزارة العدل يعني وشغل ناس المحامين وكذا. اننا احنا يعني مفروض السودان يعني واحدة من الحياة اللي خلتنا نتراجع لفترة طويلة جدا انه احنا اقل قوانين بتاعتنا ما متماشية مع القوانين الدولية. يعني عندنا اتفاقيات الدولية, اتفاقية حقوق الطفل, اتفاقية حقوق المرأة, يعني سيدا ومجموعة كبيرة جدا من الاتفاقات مفروض السودان يوقع عليها ما وقع عليها. الجنايات الدولية, كل الحاجات دي مفروض الناس يعني تنزيل أرض الواقع عشان يكون. وبرضو عندها علاقة طبعا بالتجارة, لأنه برضو القوانين إذا ما بقت هي قوانين بتتماشى مع القانون الدولي ما السودان ما بخش في منظمة التجارة العالمية, ما بخش حاجات كثيرة جدا جدا. يبقى إحنا الشغل الراجي الناس شغل كبير جدا, شغل داير وقفة في كل الاتجاهات. يعني الناس المفروض تعرف إنه القصة دي ما حتتم بين ليلة وضوحاها, لكن بتتم في إنه الناس تمشي, إنه الناس بتكون شغالة, إنه الناس أي زول يعرف دور شنو. ويعني ما تكون في رخوة, يعني الناس ما تفتكر إنه خلاص والله خلاص الإعلان الدولة المدنية هيعلنوها وخلاص أي شيء هيكون تمام. لا لا, نحن اللي بنعمل الحاجات ونحن اللي نفسنا ما يبرد, وإحنا نكون متابعين في يعني في إرساء الدولة المدنية, واللي هي يعني مش عشان نحن, عشان أولادنا اللي لسه ديل لما يكبروا يبقى في السودان حقيقي يعني. وشكرا لكم, وانا شاكر جدا لإتاحة الفرصة دي, وانا من الناس المتحدثين ولا من الناس المتكلمين الجيدين, لكن ورطوني بس في الحديث, وسعيد جدا بمشاركتي مع مبادرة الباحثين السودانيين. وانا جيت كثير جدا مع اخونا هشام يحيى هنا ووقفنا وسمعنا اخونا انور وكل الصاف بنا هنا, وانا احييهم تحيه كبيره جدا جدا واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. شكرا لكم. لا 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 الحمد لله ان الشعب السوداني ايوه حسن. احنا بندري عارفين انه المؤسسه هيئه المواصفات المغيزي دي اسوء مؤسسه بدري, كل اسره واحده دي معلومه جديده. هاي اسره واحده شفتها دي كلها مجذوبه الخليفه. بس تيجي ثاني التامين الصحي ناس التامين الصحي أيوة. اسره واحده صح. تمشي الزكاه أيوة. اسره واحده صح. الضرائب اسره واحده أيوة. يعني هم مقسمين البلد على أيوة. فئاتهم مقاطعات أيوة. بدليل انه بياهلوا ناسهم أيوة. باقي الشعب السوداني ما يتاهل ما يدري يعني صح. دي الاشكال هنا أيوة. وحس الناس بقت توعى أيوة. لكن احنا عارفين انه ما بيوم ولا يومين الشغله دي بتنتهي. زي ما اقول حسن احنا ما اختلفنا مع ناس حميتي واي شيء أيوة. حميتي ده احنا ما حسن هو مثبتنا ايوه عندنا الطريقه بس نمشي بسكل لنا الشمال ايوه حسن من هنا ممكن أيوة. نطلع نمشي لنا بس امسك لنا مصر دي ايوه من هنا بنطلع ما فاهم عسكري صح. يلا الناس بتحاول تقول لازم نفسنا يكون طويل بالضبط. الاسوار ذاته ما يشفقوا لشيء عشان كلها كده للنتائج. الناس
ستيب باي ستيب حتى نحن ان شاء الله نتقدم ان شاء الله. هذا الفهم الناس ذات بقدر امكان تحاول توعي الناس انه يا اخواننا ما الحياه دي بتجي سريع. في ناس حاسس دارينا شو ترى بكره يطلع هي حكايه صابنا نحن ما عارفين احنا صابنا للضحيه صح. حتى نعرف مدينيتنا دي نزلت على ارض الواقع ما نزلت معناته ما في زول فينا حيطلع حنكون قاعدين سقطت ما سقطت صابنا بالكلام ده الشعر وحساب لما شهد لما شهد انا ما ادري عشان نحن وما حنحاسب زول بنفسنا احنا قلنا دارين دوله قانون هم قالوا نحن الناس ما متعلمين ناس شوزاز افاق ناس فاق التربيه احنا وريهم شوزاز الافاق دي الناس بيحترموا القانون بيحاول بعد كده يزول يمشي يقدم دعوته ويجي بنفس الطريقه القانونيه بيذيب لكن شنو بعد القضاء ذات القضاء الفاسد حقهم ده ومن حي عندنا قضاء والله شرفاء بدليل انه طلعوا وشاركوا في يوم المظاهرات بتاعتهم انه يا اخواننا الشيء بيحصل ده غلط اول حاجه اعترضوا على محكمه الطوارئ كان منهم وجو اساءوا لهم وحاولوا اعتدوا عليهم لكن الحمد لله الناس وعد يعني ما زال في السودان احنا نقول والله بلدنا بخيره الشيء اللي حصل داخل الاعتصام ده هم اشتغلوا 30 سنه لكن الحمد لله احنا رجعنا ل 59 سنه يعني النبع ذاتها والنبره بقت نبره بتاعت قوه ومحبه كده والفه يعني نسال الله سبحانه يديم لنا الالفه دي بعدك الناس بتتحقق ان شاء الله ان شاء الله شكرا جزيلا شكرا شكرا والله